روائي من اللاذقية تتجدد ذكراه كل عام، حواراً وبحثاً ونقاشاً حول نتاجه وإرثه الأدبي عبر احتفاء يحمل اسمه ملتقى حنا مينا للإبداع الروائي. تحتضن فعالياته دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. كرسوا وقتهم للإبداع وللإرث الثقافي والمعرفي الذي نحن الآن نحتفي ونحتفل به. هؤلاء طبعا حققوا ما نسعى نحن إلى تحقيقه. سأسلط الضوء على نشأة حنا مينا والمؤثرات الفكرية والاجتماعية في اتجاهاته الأدبية، وسنقيم تقييم من خلال دراسة أنا شخصيا، من خلال دراستي لروايته المصابيح الزرق والرواية الأخرى هي الياطر. في هذا اليوم سأشتغل على البحث في جماليات وتفاصيل العمل القصصي لحنا مينا من خلال دراسة مجموعة من قصصي المجموعة من مجموعة من قصصه. سأدرس أسلوبه، طرائق القص لديه، سأعرض السمات المشتركة بين قصصه. يشهد الملتقى جلسات حوارية ودراسات فكرية وأدبية تتناول مواضيع هامة في أدب حنا مينا. حنا مينا هو البحار، هو الكادح الذي قدم صورة الإنسان البسيط. فالنقد الثقافي يأتي ليبتعد عن الجانب الجمالي قليلا، ليغوص في المسكوت عنه في أدب حنا مينا. حينما يكون هناك قامات أدبية كبيرة يجب أن يتم الاحتفاء بها والاحتفال بها، وموقف جميل ورائع أن يكون لهذه القامة الأدبية الثقافية المعروفة عالميا بأن يكون هناك تكريم له، وأن يكون هناك مهرجان ثقافي باسم حنا مينا الأديب والروائي العربي السوري. الملتقى تقليد سنوي يعرف الأجيال بقامة أدبية وفكرية إرثها ونتاجها الإبداعي حاضر أبداً.